نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها: لعبة إلكترونية جديدة تحميك من مرض ألزهايمر. توصلت دراسة حديثة إلى لعبة إلكترونية جديدة على الكمبيوتر طورها علماء أعصاب بريطانيون يمكنها التخفيف من عدد المصابين بمرض ألزهايمر، إذ تعمل على تدريب المخ وتساعد في تفادي بعض أعراض التراجع الإدراكي، ليتبين لهم أن المرضى الذين قاموا بممارسة اللعبة الإلكترونية لمدة شهر تحسنت ذاكرتهم بنسبة 40%. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا عنونت بين صفحاتها: مولينير بنتلي تطلق إصدارا محدودا من 3 سيارات يحمل اسم شارع الشيخ زايد. قدم قسم مولينير التابع لشركة بنتلي البريطانية والمتخصص بتعديل السيارات وفق الطلب نسخة محدودة الإصدار اقتصرت على 3 سيارات فقط أطلقت عليه اسم SZR الذي يمثل اختصارا لأحرف شارع الشيخ زايد في إمارة دبي. ونطالع مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية طابعة بالأبعاد 3 لصنع أطراف اصطناعية. أعلنت منظمة هانكاب انترناشونال أنها ستطور صنع الأطراف الاصطناعية باستخدام طابعات بالأبعاد الثلاثية، بحيث يستفيد منها أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم. وتعمل المنظمة منذ عام 2015 على مشروع نموذجي للأطراف السفلى جربته في سوريا وتوغو ومدغشقر. ختاما مشاهدينا من صحيفة اليوم، السابع المصرية والسيارات الكهربائية ستسيطر على الطرق في عام 2040. كشف تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرج أن السيارات الكهربائية ستسيطر على الطرق بعد 20 عاما من الآن، أي بحلول عام 2040، ويعود السبب إلى انخفاض أسعار البطاريات، حيث يحلل التقرير الجديد تأثير السيارات الكهربائية على صناعة السيارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة.